شباك المواطن، برنامج اجتماعي لنتحرر من شباك الانهيار. صباح المواطن، برحب فيكم. أنا ليال نصر برافقني الزميلة علي زهير من غرفة الإخراج الإذاعي. اليوم 3 أيلول 2022، موضوعنا كتير مميز وكتير رح تحبوا ضيوفنا اليوم، لأنه رح نحكي عن فرص العمل لذوي الإعاقة يلي بكل أسف اليوم ما عم بيلاقوا هيدي الفرص، رغم أنه في مؤسسات رعتهم واهتمت فيهم وقامت بدور الدولة اللي كان هي واجبها طبعا الاهتمام بهؤلاء الأشخاص وهيدي الفئة المهمة جدا بالمجتمع. رح نحكي بالتفصيل اليوم عن هيدا الموضوع مباشرة مع ضيفتي بالاستوديو، مديرة الدمج والمساندة بمجمع إنماء القدرات الإنسانية دينا الصومة. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا فيك، ويعطيك العافية على المجهود يلي بتقومي فيه مع هالأشخاص المميزين والحلوين بشخصيتهم واللي بيفرضوا علينا أنه نحن نحبهم ونهتم فيهم. ذوي الإعاقة، هلأ رح نفسر نحن وياكي بالضبط مفهوم الإعاقة شو هو وليه الأد مهم أنه الدولة تكون هي عم تلعب دورها اللازم تجاه هيدي الفئة من المجتمع. بخلال هيدي الحلقة رح يكونوا معي مباشرة كل من مصطفى حبيب علي وهو تدي أنيميتر رغم أنه عنده إعاقة بصرية، خليل بيضون أيضا عنده إعاقة بصرية، كل شخص منه رح يخبرنا عن حاله اليوم وعن مميزاته قدي قدر يعمل بهيدا المجتمع، خلدة يوسف أيضا وحسن مرعي اللي هن بيعانوا من إعاقة جسدية. وتقريبا بختام هذه الحلقة رح يكون معنا مباشرة عبر الهاتف مدير الدروس بمعهد CIS خلدة أستاذ عماد عبد الرحيم. ببدأ معك ست دينا الصومة لحتى بالأول نوعي الناس ونخليهم يعرفوا بالضبط مفهوم كلمة إعاقة وكلمة معوق شو، وليه أوقات منستخدم كلمة معوق وأوقات منستخدم كلمة ذوي احتياجات خاصة، شو الصح وشو الخطأ؟ هو بالآخر أول شيء صباح الخير لك، صباح الخير لكل المتابعين معكم، أهلا وسهلا، أهلا فيك. مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي هني أشخاص من هيدا المجتمع، هني مواطنين بالآخر مثلهم مثلنا، هني طلاب، هني تلاميذ، هني زملاء، هني أصدقاء، هني جزء لا يتجزأ من هيدا المجتمع. اختلفت التسميات كتير ليال، مثل ما كنا عم نحكي أنا وياكي هلأ تحت الهواء. نعم. بيقولوا ليه بتقولونه ذوي إعاقة، ما تقولوا هدول معوقين، هدول ذوي همم، هدول أصحاب قدرات خاصة. بالآخر المسمى هو مصطلح علمي، يعني هو لا يتعدى المصطلح العلمي. أنا لازم عود أبنائنا أنه هن يعترفوا بالواقع اللي نحن عايشين فيه، مثل ما هلأ نحن معترفين بالواقع الاقتصادي اللي نحن عايشين فيه، تعاملنا مع فترة كورونا، يعني في كتير أمور أحيانا تفرض علينا ويجب أنه نحن نتعامل معها، مش نحن نطلب من المجتمع يتعامل معها. فالمسمى الحقيقي لهدول الأشخاص هو المصطلح الرسمي أصحاب أو الأشخاص من ذوي الإعاقة. أكيد هن ذوي همم لأنهم هن بياخدوا مجهود أكتر من غيرهم ليتعلموا، بيبذلوا مجهود وبيبذلوا طاقة، يمكن أنا وأنت اليوم فينا نفتح الكتاب تا ندرس فيه، الكفيف بده ياخد وقت أكتر لأنه بده يتحول كتابه لبرايل لحتى يقدر يدرس، فهو عنده مجهود كتير كبير بده يعمله، الأصم نحن محتاجين نترجم له، الشخص اللي عنده إعاقة جسدية عم بيعاني ليوصل للمراكز اللي بده يقدر يتعلم فيها إذا ما كانت مراكز مجهزة. فبالآخر الإعاقة هي شيء يعيق إنسان عن أداء مهمة ما فقط لا غير، ولكن بوجود المؤسسات الاجتماعية والحمد لله نحن من جزء من هذا المجتمع وجزء من هيدي المؤسسات اللي عم نقوم بدورنا، مثل ما تفضلتي وقلتي عم نقوم بالدور اللي المفروض تكون الدولة عم بتقوم فيه. تم تجهيز مؤسسات، نحن موجودين بمجمع إنماء القدرات الإنسانية بدوحة عرمون، هو أحد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنتشرة بكافة الأراضي اللبنانية، وهو خدمة من خدماتها. يوجد مجمع مجهز تقنيا كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، إن كان مجهز من ناحية الأمور اللي لها علاقة بالمكان، إن كان مجهز بالفريق المتخصص اللي قادر أنه يأمن كل الاحتياجات.
بنرجع بس نخلص داخل مجمع انماء القدرات الانسانيه اللي هو في مرحله خاصه لمرحله البروفي، بخلص فيها بينتقل لبرنامج الدمج والمسانده اللي هن هدول الشباب والصبايا حتشوفون اليوم عم بيتابعوا ضمن برنامج الدمج والمسانده، وموزعين بكتير مراكز دمجه، في منهم موجودين بمدارس، في منهم موجودين بثانويات، في منهم موجودين بجامعات، كل واحد حسب قدرته، حسب ميوله، حسب الاشياء اللي هو قادر انه يعملها، وحسب الاشياء اللي هو عم يحلم انه يكمل فيها بالاخر. نحن بناخد بعين الاعتبار كل هذه التفاصيل. نعم. فمن هون برجع بقول لك المسمى ليس هو الاساس. اولادنا محصنين تجاه هيدي الكلمه او غيرها او اي شيء ممكن يتنمر عليهم المجتمع، لانه نحن مع الاسف ما زلنا بمجتمع ما زال يتنمر على بعض الاشخاص ذوي الاعاقه، يمكن مش القصد انه يهينه، يمكن كلمه يا حرام احيانا تعتبر تنمر لانها هي ممكن تكون عم تحبط من عزيمته بمكان ما. ولكن انا اللي بدي اقول لك انه هو المصطلح علمي، مصطلح لا يقلل من شان الاشخاص ذوي الاعاقه، بالعكس هذا بيعطيهم قوه. والاهم انه نحن داخل مؤسساتنا وداخل مجمع انماء القدرات الانسانيه نحصن ابنائنا مشان هن يكونوا عم يفرضوا وجودهم على المجتمع، عم نحصنهم اول شيء بالثقه بالنفس، عم نحصنهم بالسلاح الاهم اللي هو العلم، وعم نقدمهم للمجتمع اشخاص فاعلين لمجتمعاتهم وقادرين يكونوا مثلي ومثلك ومثل اي انسان. لانه نحن لما انت بتتقدمي على سوق العمل بيجوا بيقولوا لك بالسي في تاعك، والله اليوم انت حضرتك مذيعه، المطلوب تكوني عندك شهاده كذا، عندك خبره هالقد. نفس الشيء ابنائنا عم بيروحوا ليقدموا على فرص العمل عم بيكونوا حاملين نفس المواصفات اللي طالبها رب العمل للوظيفه، كل المطلوب بكل بساطه اعطاء هذا الشخص فرصه. صحيح، اعطيته فرصة وقدرنا نشوف نماذج كتير حلوة وقديش قادرين هن يعطوا اليوم بسبب يعني كل هيدا التحسين مثل ما حضرتك عم تقولي وكل الدعم يلي عطيتون ياه. رح ابدأ مع مصطفى حبيب علي وادعي يكون معنا بالاستوديو ليخبرنا عن تجربته. بس بدي اقول بخلال هيدا الوقت سدينا انه انتو عاملين نشاط احتفال بثماني أيلول. صحيح. الجاري، شو بدكم تعملوا بالضبط بهذا الاحتفال؟ بدكم تكرموا هالأشخاص بثماني أيلول؟ تفضل مصطفى. أهلا وسهلا فيك مصطفى، صباح الخير. بثماني أيلول حنشهد نحن وياكم، أنا هيك بحب دايما أنه هو حفل تخرج أبناء الدمج اللي تخرجوا هيدي السنة بكل الاختصاصات، إن كان مهنية إن كان جامعية إن كان ثانوية. في عنا مجموعة من الأشخاص هيدي السنة قدروا حصلوا على شهادات رسمية وتخطوا مرحلة لينتقلوا لمرحلة تانية. بهيدا النهار إن شاء الله حنحتفل نحن وياكم وتكونوا كلكم موجودين معنا، لحتى أول شيء نبارك لهم بهذا التخرج ويكون كلياتنا عم ندعمهم بهيدي الخطوة اللي هن قاموا فيها ونشجعهم. والأهم من هيدا كله حنكون عم نشوف نماذج حقيقية، يعني نحن ما بدنا نجي نقول شعارات. فدايما نحن منقول أو أنا بهيك بحب استعمل دايما مصطلح كلنا يمكن نستعمله أحيانا أنه نحن ناس نفعل ولا نقول. فنحن ما حبينا أنه نقلكم، نحن حبينا نورجيكم على أرض الواقع. فبتماني أيلول إن شاء الله كلياتنا مدعوين لحتى نشارك أبنائنا بمجمع أنماء القدرات الإنسانية وندعمهم هني وعم بيتخرجوا وعم يحتفلوا بنجاحهم، لأنه هيدا نصر لهم أنه هني رغم كل الصعاب اللي قطعت. ما تنسي نحن قطعنا بثلاث سنين الشباب عم تدرس فيها أونلاين. صحيح. أبنائنا، يعني أنا بحكيكي عن حالي، أنا بنتي كانت عم تواجه كتير صعوبة أنها تدرس أونلاين، مشاكل إنترنت، مشاكل كتير كانت عم بتواجهنا. فكيف بالشخص الكفيف أو الأصم اللي هو مضطر يدرس أونلاين، وهيدي من الأمور اللي كانت عم بتكون شيلي موضوع الإنترنت ومشاكله على جنب، هيدي بحد ذاتها تحدي. طبعا. قدروا أبنائنا يتخطوه خلال هيدي ثلاث سنوات، فنحن حبينا أنه تعيشوا معنا هاللحظات التحدي بكل أسوتها ونقول رغم كل هيدي الصعوبات إلا أنه نحن ما استسلمنا وكملنا. وإن شاء الله مثل ما قلتي هلأ نحن معنا أربع نماذج، هيدا جزء بسيط من الأبناء اللي خدمها برنامج الدمج واللي صاروا منذ انطلاقته لحديت اليوم يتعدوا 250 شاب وصبية قدروا استفادوا من هيدي الخدمة، وأشخاص منهم كتير الحمد لله لقوا طريقهم، ومنتأمل إن شاء الله بالمستقبل الباقيين يلاقوا طريقهم إن شاء الله. مصطفى، يعني شو بدي أقول عنك يا مصطفى حبيب علي، أنت تي دي أنيميتر رغم أنه عندك إعاقة بصرية. أنا أول شيء بدي أشكرك على حضورك معنا، وأكيد اللي عم بيشوفوك اليوم
يمكن ما بيصدقوا أنه عندك مصطفى إعاقة بصرية. هيدا التحدي وأنك تقدر تتخطى هيدي الصعوبة وتقدر اليوم تكون معنا وعم تحكي عن هيدا الفخر والشعور بالاعتزاز بنفسك اللي قدرت توصل له اليوم، كيف فيك توصف لنا إيه؟ شوفي خليني بس أحكي بس من البداية كيف بلشت الحكاية، معنا الصعوبات اللي شفناها، عرفتي كيف؟ أنا بالبداية دخلت مدرسة عادية. أنا عم بذكر هيك لأنه على شغلة، إنه أوقات الأهل ما بينتبهوا ممكن يأذوا أولادهم بشغلة. أنا بالبداية لما دخلت مدرسة عادية لأنه الأهل كانوا مقتنعين أنا ابني ما أشبه شيء، ابني طبيعي. نعم أنا طبيعي ولكن كان في نقص من مطرح معين، لأنه إحنا كل أي مشكلة بالدنيا فيها نقص، تمام؟ فكنت أقعد ما أشوف اللوح، عرفتي كيف؟ تقول لي معلمي قوم عوض خلص العلامات واطية خلص ابني مش نافع. لحد ما وتخبر اهلك انه انت ما عم تقشع على اللوح. خبر اهلي ولكن اهلي يعني كده لك يعني من محبتهم فيه مش رضيت انه ابني عنده نقص مكان معين. فتم نقلي على مجمع انماء القدرات الانسانيه، تمام؟ الاسم هون بيشرح لك الاهم، انماء القدرات، يعني احنا بنخلق عنا قدرات اصلا، كل بني عنده قدرات ولكن قدرات مثل الجينات. تمام، ناس عندها قدرات خفيفه، ناس عندها قدرات متوسطه، شغله المجمع كانت انميه، عرفتي كيف؟ فلما دخلت على المجمع لقيت ناس مثلي، اقلمت مع الناس اللي شغالين هناك، ناس متخصص بهذه الحالات وعندها خبره كبيره. فكان يتم تكبير الكتب لنا، شرح مبسط اكثر، يعني انجبتها بس انت فهم، ما فهمت ابعد لك، ما شفت اللوح اقعد طبقه اولى. لما خلصنا هذه المرحله وانا كنت مطمن، اجى وقت انه انا لازم اطلع هذا المجمع ارجع اروح على مدرسه طبيعيه مع ناس طبيعيين. فانا كان عندي حاجز الخوف انه خلص انا حرجع لما كنت، ولكن كان دور هون برنامج دمج من المساندي. ومش بس دمجنا، كمان كانت المساندة. أول شيء مديرة الدمج بنوجه لها أكبر تحية، هذه أم لنا، عرفتي كيف؟ قدمت مساعدتها، دعم لنا، متابعتنا مع مدراء المعاهد، مدراء الجامعات، تنزل معنا، قعدهم أول طبقة، كبر لهم كتبهم وإلى آخره. لما درست بالجامعة لقيت الاختصاص أنا درست IT. نعم. كان الموضوع صعب. أنا بتحكي IT في كتابة، في تركيز، في إلى آخره، أنا مثل ما زين عليك أنا عيوني بتهز أساسا. عرفتي كيف؟ لما خلصت IT فلات بس بدي اقاطعك هون يا مصطفى، بخلال هيدي الفتره ما كان عم بيتابعك ايضا طبيب مختص بالعيون؟ أكيد مختص، بس انا مشكلتي ما لها حل. عرفت كيف؟ كون مشكله ما لها حل كان عندي انا اختيار من الاثنين، يا اما اقتنع انا ضحيه واقعد ببيتي، ودور الضحيه للاسف كثير عالم عم بتاخذه هلا حتى لو عندهم اعاقه ظاهره، عرفتي؟ خلاص انا عملت علي والباقي على ربنا. لا بالعكس، انا اقتنعت انا معوق، انا عندي نقص معين، بدل ما اقعد اقول انا عندي نقص اقعد فتش كيف بدي سد هذا النقص. نعم، يعني اليوم في شغله عاليه ما قدرت الطريق تجيبي سلم وتوصلي لها. انا الله ما كنت اقدر اشوفه، امسك التليفون صور، كانت تاخذ معي وقت كتير، بس ما كنت ارضى حدا يكتب لي حتى هون، لانه حدا كتب لي وساعدني كنت حاسس حالي معوق. نحن تعلمنا لازم نجيب نلاقي الحل، ما فتش كيف صارت المشكله خلص خلقت معنا بدنا نتاقلم فيها. نعم، عشان هيك انا مع تسميه معوقين. تمام، فخلصت الاي تي ما في شغل للاسف. حصل انه برنامج دمج مساندة جاب دوره انيميشن. دوره انيميشن لحدا معوق اصعب، عنده اعاقه بصريه اصعب من الاي تي بكثير. انت بدك تحرك، بدك ترسم، بدك نظر عالي، يعني حتى اللي بيشتغل شغل حاطين عوينتات. نعم، فكيف بي انا؟ فلما قلت لي عليها السدينة قلت لها انه يعني مش غريب شيء، انا بحب المجال. فلا انت قادر، واهم شيء بهذه المراحل نامن بالشخص، انت بتقدر تفشيه. ولما اعطي معنويات للشخص خليته يدخل، خليته يدخل، ولكن مش المهم يدخل، المهم يكمل هي نظره الفخر لما تطلع فيك حدا انا فخور باللي انت عملته. تمت هذه الدوره، كان تقريبا في 60 طالب. الحمد لله انا كنت من الناس اللي مش حاولت تميز، بحب اشوف تميزت، عملت اللي علي واكثر بزياده. لما تميزت اكيد ونحن فخورين فيك يا مصطفى. تميزت وكانت الصدمه انه هذا شخص عنده اعاقه. نعم. شوفي كان المجال صعب، بشو انا كنت كبر ماجنيفاير على اللابتوب، يعني الشغل كان بيخلص بساعه ياخذ معي ساعه ونص، وما عندي مشكله ياخذ ساعتين وعلي بحلم العسل، لانه كل ما النجاح بعد كل وقت اجى طعمته كانت اجمل بكثير. جينا مرحله جديده، انا بعثوني على مصر اعمل دوره احترافيه، احترف هناك، قعدت مع مخرجين كبار. بلشت هونيك، كانت كمان فينا نقول انه هونيك بلشت من الصفر، خلص كل اللي مرق شيء واجا شيء. نظره الناس اللي كانت معي هونيك كمان مش نظره انه معوق حرام، نظره الله يشفيه،
باي مكان بلبنان، ان احنا مشكلتنا شفقة. اخدين، لا مش يا ريت شفقه، اخدين اعاقه كانه مرض، لكن هي جزء من المجتمع. وانا هون هذا الشيء مش دمر لي، لا بالعكس، انا اتعود كل ما تاخذ طاقه سلبيه حولها لدافع اكثر تثبت انك انت موجود. ف اربع اشهر انا كنت متميز عن غيري يلي بيشوف عادي اللي باب ما وصل، تمام. اربع اشهر انا دخلت بتحريك مسلسل، نعم، حلم الفضاء، نعرض على قناه الحياه المصريه، والحمد لله نجحت. وكانت صدمه لغيري، الناس اللي كانت متوقعه انه يعني كيف حيشتغل هذا، انجأ شايف قدام اللابتوب انت مكبره، فالحمد لله. بدي اشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا. شكرا. مصطفى، وبدي اطلب من خليل بيضون ايضا يلي عنده اعاقه بصريه ايضا يتفضل لعنا. شكرا لك مصطفى. سدينا، يعني خلال حديث مصطفى ضوى على نقطه كثير مهمه، وهي بكل اسف عدم اهتمام الاهل اليوم. معظم المشاكل هي انه الاهل بيكونوا كثير عندهم هيدا الفرح الكبير بولدهم، وبيرفضوا يقبلوا اي ملاحظه، وخاصه من المدرسه، انه ابنك او بنتك عندهم مشكله معينه، بيرضوا هيدا الشيء ودائما بحطوا الحق على المدرسه، انتم ما عم تخلوا ابني يستوعب، انتم ما عم تشرحوا له صح، وبيرفضوا انه يوجهوه لعند الاشخاص المختصين لحتى يعرفوا شو المشكله من البدايه. ولو بتنعرف المشكله من البدايه اكيد ما كنا بنوصل لامور اصعب. بيواجه كل هالمعاناه اللي عاشها. مثل ما شو بتوجهي هون نصيحه للاهل؟ مثل ما قال لك مصطفى، نحن يمكن احيانا المشكله اللي بنواجهها مع الاهل هي اكبر بكثير من اللي بنواجهها مع الطفل، لانه الطفل هو بالنهايه بعده زي العجينه الطريه، انت قادره تشكليه مثل ما بدك، ولما بحس انك انت عم بتقدمي له الدعم والمسانده بالعكس حيامن بقدراته أكتر. نحن اللي كنا عم نواجهه بكتير من الأحيان مثل ما قلتي، إنه الأهل دايما الأهل الأم بتكون ناطرة 9 أشهر تتلاقي الطفل يحقق أحلامها، فلما بتنصدم بواقع انه عنده ولد عنده اعاقه اكيد من جواتها ما حتكون متقبله هيدا الموضوع، وردة الفعل بتكون الرفض، ودايما اقتناعها انه انا ابني ما اشبه شيء، بتكون عم تتصرف لحتى تاذي ابنها بدون ما تفهم انه هي هيك عم بتضره مش عم بتساعده. مشان هيك نحن داخل المؤسسات في عنا شيء اسمه برامج متخصصه اجتماعية للعمل مع الأهالي لتقبل وضع أبنائهم، هيدي خطوة أولى كتير مهمة. بلس إنه مصطفى قدر وصل لعنا على المجمع، في أشخاص أهاليهم ما بتكون قابلة إنها تعترف إنهم معوقين، مشان هيك في برامج استقطاب موجودة عنا داخل المؤسسات، نحن نتوجه عبر يعني المتابعة مع المخاتير أو أي إشارة بتجينا من المدارس إنه في أشخاص عندهم احتياج خاص بمكان معين، في عنا زيارات استقطاب بتصير للأهالي ببيوتهم لحتى نعلم ونساعدهم كيف يتعاملوا مع أبنائهم، فهيدي شغلة كتير مهمة. ومن هون أنا فعلا بدي أوجه للأهل، ما تستحق أنه ابنك عنده مشكلة، بالنهاية رب العالمين كلنا خلقنا مثل بعضنا، رب العالمين ابتلينا. نحن لما عم نكبر، أنا اليوم عم بحتاج يمكن لنظارات لأنه كل ما تقدمت بالعمر أنا عم بحتاج، عم يضعف نظري، ممكن مع الوقت يضعف سمعي، فهيدا احتياج رب العالمين أكرمنا، وهدول الأولاد نعمة من رب العالمين. ما تخجلي من ابنك، من زمان كانوا يقولوا هذا الولد كسول، بس هذا الولد ما كسول، هذا الولد عنده مشكلة معينة دراسية نحن محتاجين أنه نعينه فيها. مشان هيك اليوم في شيء اسمه صعوبات تعلمية، من زمان كانوا يقولوا كسلان والولد يسقط، الولد هذا صار اليوم عنده فرص أنه هو يتعلم ويتقدم. ما تخجلي بابنك، آمني فيه، آمني بقدراته، صدقيني انك انت حتلاقي حالك بيوم كتير فخوره بابنك. توجهي دائما للاشخاص اللي قادرين يساعدوك. التكييف مع الاسف بلبنان ليال مع الاسف الشديد هو مش تكييف حقيقي. يعني نحن اجينا كتير اولاد من مدارس اكيد بنقدرها وبنحترمها، ولكن لانه ما عندهم اشخاص متخصصين بهذا المجال عم يجي الولد لعنا عنده نقص شديد بالمعلومات، لانه التكييف بمفهومهم انه انا اقلله من الماده العلميه، لا ابدا. التكييف الحقيقي انك تعطيه كامل المادة العلمية ولكن توصلي له إياها حسب الاحتياج اللي هو محتاجه. النقص اللي هو موجود عنده أنا بشوف كيف بدي وصل له هيدا المعلومة، وليس التقليل من المادة العلمية، لأنه لما بده يتخرج ويتوجه لسوق العمل ما بيقدر يتوجه لسوق العمل. بقدر أنا أكون على اليوم عم بدرس إعلام وثلاث أربع مواد أني أنا ما أخذها، لكن أنا كيف بدي أكون إعلامية؟ ما في يكون عم بعمل طبيب، ما في يكون عم بعمل اختصاصات مهمة. فمشان هيك أنا بقول للأم، آمنوا بقدرات أبنائكم مثل ما نحن آمنا فيها. وبدي أقول شغلة كتير مهمة، النماذج اللي حتشوفوها لولا
تعاون الأهل معنا أكيد، وتعاون المراكز الدمجه أكيد، نحن ما قدرنا حققنا هذا النجاح. صحيح. بالنهاية إيد لحالة ما بتزقف، فأنتوا لازم تحطوا إيدكم بإيدنا لنقدر نحن وأنتوا نقدم لهذا المجتمع أبناء صالحين وفاعلين لمجتمعاتهم. نعم طبعا. خلي البيضون، أنت كمان تعاني من إعاقة بصرية، بدي أقول أنا أنك تخطيت هيدي الإعاقة، لأنك اليوم كمان وصلت لمحل نحن فخورين فيك. خبرني بالبداية بأي عمر اكتشفوا الأهل الإعاقة البصرية، وكيف قدرت تخطيت هيدا الموضوع، ولوين وصلت اليوم؟ أول شيء بونجور لكم، بونجور مدام الزال دينا. أول شيء بدي أتشكرها كتير، يعني أهلا وسهلا شكرناها لمدام الزال دينا، ما مكفي حقها. اوكي، تاني شيء، هلا بالنسبه للاعاقه البصريه بلشت معي تقريبا بالعشر سنين، تقريبا بالابتدائي هيك شيء، السادس خامس انويز، بس انه كفات عادي، انا ماشي الحال يعني، كنت بعدني شوي، هي زادت شوي يعني على البفه تقريبا. بلشت انا ما زال دينا والبرنامج يعني عندك هيدي فتره الاربع سنين تقريبا من عمر العشر ل 14 سنه كنت عم تعاني من هذا الموضوع، بس ما كان في حل للمشكله، يعني اكتشفوا اهلك هيدي المشكله بس ما صار في حل. وهو بلستل ما في حل يعني. بس انا بدي احكي شوي على برنامج الدمج اللي بلشت معه، اللي مثلا دعمني بلشت بالتثريق عند رئيسة محاسبة. نعم. حبيتها كتير وكتير كنت شطور فيها، بس للأسف بتعرفي انه ما هقدر اشتغل فيها، فأنا مشيت على استراتيجية يعني من مزال دينا ومن أهل من البيت، يعني جمعت حلول كذا، عطونا أفكار، وإذا مشيت على استراتيجية اسمها there's always another way around، يعني بلف على الشغلة. فكل مثلا كل حاجز بس ما نجحت هاي الطريقه، في طريقه اخرى انه صحيح. نقدر نوصل اي تحدي بوصل على مثلا، يمكن اصنف في انا اي حي لحد يصنف فيه، مش بس انا يعني دائما في مشاكل ما فيك تحليها، مش مرتبطه بس انه مع شخص معاق او شيء. نعم. فانا اذا شغل اصلا ما قدرت تحلها، ما قدرت زب جرب دغري خلص بتركب لف عليها، بضلني مش كافي طريقه. ما صار شيء. فانا لما خلصت بالتثريق فتت جامعه، تحديت الموضوع، عملت شيء اسمه بزنس مانجمنت، خلصته، بس استيل كمان ما كان في فرص عمل، وبينه وبينك اختصاص ما كان كتير يعني حبيته كتير. فأنا بالجامعة فتح شيء اسمه HR، مس دينا شجعتني، أهلي شجعوني، فأنا كفيت ماسترز، حبيت HR كتير، انفلحت فيها كتير، وصلت يعني لمرحلة يعني انزرع عندي بمخي صار شيء عندي اسمه مثلا أنا motivated، بقدر حفز حالي، ما عندي شيء يعني، عندي طموح، صرت شخص طموح جدا. نعم. بدي أوصل لمرحلة ترديل للدرس اللي أنا درسته، فانا يعني عم جرب قد ما فيني اسعى للتريننج اكيد يعني، ووصل لمهم مرتبه مثلا ميبي باليو ان بصير اتش ار مانجر. فانا بالنسبه لي يعني كل شيء صار عندي كامل. وجه رساله خليل لدولتنا اللبنانيه، لانه هني عرفوا اليوم قد ايه عندك قدرات، وطلب منهم العمل يلي بتحبه. اكيد يعني انا بدي اقول يعني هالجماعه انه لازم يعني بالنهايه ما واحد ما في يثبت حاله اذا ما اخذ فرصه، لازم يعطوه الفرصة حتى يثبت حاله. شو ما كان مشكلته لازم ياخذ الفرصة حتى يثبت حاله. وعندنا المجتمع للأسف يعني ما عندهم هالكالتشر الثقافة يعني اللي بتخلي تشوف عندهم هالنظرة، شوف مثلا الشاب إذا معوق يعني مثلا إنه شخص عادي، ما عندهم هالنظرة، عندهم يعني مثلا شخص كئيب، هو لا مش مزبوط، هو شخص بالعكس يمكن يفلح أكثر من حيالله شخص تاني، عرفتي كيف؟ يمكن يوصل لمرتبة الشخص العادي ما يقدر يوصل له. صحيح. عرفتي كيف؟ أنا هيدا اللي بحب وجه لهم إياه، بحب مثلا إنه أكيد يشجعون أكتر ويعطون فرص حتى يقدروا يثبتوا وجودهم ويوصلوا للي بدهم إياه. وأنت أحد النماذج اللي نحن كمان بنفتخر فيها خليل بيضون، شكرا لوجودك معنا عليك. وبدي أدعيها لخلدة يوسف لحتى تنضم معنا للاستديو. سدينا يعني عن جد وقتا من نسمع عن هيك قدرات، عن محفز ذاتي موجود هو داخل الشخص لحتى دايما يعطي هيدا الأمل لحاله أنه أنا بلا بقدر أعطي، أنا بقدر أكون مش بس أعطي بشكل عادي، بقدر أكون مميز عن غيري من الناس، ومثل ما قال خليل في يكون مميز أكتر من أي شخص عادي ما بيعاني ولا أي إعاقة. فهون قدامهم كمان أنه نلفت نظر الدولة اللبنانية للنظر بهيدي الفئة، وقدامهم أنه نحن نلاقي لهم فرص عمل، لأن فعلا حرام أشخاص عندهم هيدي القدرات وهالقد عندهم هيدا التميز يكونوا قاعدين من دون فرصة عمل. بشكرك على هذا السؤال ليال، فعلا
بس بدي أخبرك شغلة، إنه مجلس الخدمة المدنية تقريبا من حدود ال10 سنين أخذ قرار، لما كان المدير العام لمجلس الخدمة المدنية دكتور خالد قباني، أخذوا قرار وقتها إنه لما الأشخاص ذوي الإعاقة بينجحوا مهما كان ترتيبهم يعتبروا من أول 10 لهم حق بالتوظيف. نعم. يعني لأنه أنت بتعرفي لما بينجحوا بياخدوا أول 10، وبعدين إذا احتاجوا لبعدين بياخدوا ال11 وبياخدوا 12. طبعا شيل الوسايط على جنب لأنه بتطفش الأرقام بلبنان. الوسايط. نعم للأسف. فمع الأسف الشديد هيدي حقيقة. فهذا كان القرار، رغم هذا القرار اللي صادر عن مجلس خدمة مدنية، مع الأسف الشديد واجهنا كتير حالات، وكان في حالة كتير مميزة بالنسبة لنا لأنه مشينا وراها بال2 و3 سنين. إحدى الطالبات عنا نجحت وبكفاءة بمجلس الخدمة المدنية مدني. للوظيفة بإحدى البلديات بلبنان، وفضلت بلدية ماطل بأعذار وحجج واهية إنه البنت على العربية، مع انه نحن قدمنا كل التسهيلات وكنا مستعدين نتحمل على عاتقنا كتير من الامور لهيدي البنت تاخد فرصتها، ورفضوا اعطائها الفرصة وسقط حقها بالتوظيف. فتخيلي انت هيدا الموقف، حتى انه في بالقانون الاشخاص ذوي الاعاقة عنا بلبنان بيقول للشركات تفضلوا وصفوا نسبة معينة من الاشخاص ذوي الاعاقة، هيدا بخفف عليكم من الضرائب. أغلب أصحاب الشركات عندهم استعداد يدفعوا ضرائب ولا أنه يعطوا فرصة لهدول الأشخاص. فهون أنا الأوان على هذه الدولة، بدل ما تقول لهم بنخفف عليكم، لازم يكون صراحة هناك نسبة معينة من الوظائف هي إلزامية للأشخاص ذوي الإعاقة ليأخذوا حقهم، لأنه نحن ما عم نقول له للشخص خد شخص يكون عالي عليك. أكيد نحن الشخص اللي هو منه قادر على العمل ما رح نطرحه لسوق العمل طبعا. ومثل ما أنت قلتي، يمكن أنا وأنت في أمور كتير بتشغلنا بالحياة بلس عملنا، ولكن هيدا الشخص لأنه تحدى وتعب خلال فترة الدراسة، ولأنه كانت دراسته فترة مضاعفة عن غيره، لأنه بذل مجهود أكتر من غيره، حيكون عنده إصرار كبير جدا أنه يثبت نفسه بمكان العمل ليقول للآخرين أنه أنا هون وأنا موجود. مشان هيك يعني إحنا عم نقول أعطوهم الفرصة، ما تترددوا بإعطائهم الفرصة، لأنه هدول الأشخاص كتير حيضحوا بكتير اشياء بحياتهم الخاصة ليثبتوا وجودهم. فهيدا الشيء هو بعتقد انه هو من مصلحة رب العمل، لما بيكون عنده انسان كل اللي همه انه يقدر يثبت نفسه بمكان عمله ويقدم لارباب العمل كل شيء فائض عن زملائه اللي عم بيقدمه. صحيح. فمن هون نحن بدنا نقول للدولة هذا حق من حقوقهم، مثل ما قالوا حق بالتعليم قالوا حق بالعمل. نحن بنعرف انه اوكي هن الاشخاص اللي ما عندهم اعاقه ما عم ياخذوا حقوقهم بهذه البلد، بس على الاقل حتى ما يبقوا هدول الاشخاص عالي على المجتمع ويكونوا عم يطلبوا مساعده من المجتمع، اعطوهم الفرصه لحتى انتم ترتاحوا وهن يشعروا حالهم فاعلين بهذا المجتمع. نعم. ومثل ما عم تقول كمان ست سلوى الزعتري بتعليق على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، المجتمع يحتاج إلى هذه الشريحة وهن لهم دور فاعل، فأكيد بنطلب من الدولة اللبنانية أنه تمنحهم الفرصة لحتى يثبتوا ذاتهم. كيف قدرتي خالدة يوسف أنك تثبتي ذاتك؟ شو بتخبرينا عن حالك اليوم؟ أنت عندك إعاقة جسدية تخطيتيها، خبرينا لوين قدرتي توصلي من أول بعد شغلة بدي أقول صباح الخير. أنا بشكرك أكيد على حضورك معنا وعلى هيدي الجرأة أنك تحكي. نحن بدنا نتشكرك لأنك أنت استضفتينا عندك لتبينينا وتبيني للعالم قديش نحن عنا طموح، ونبين للعالم رغم إعاقتنا أنه نحن قد وقدرنا نتحدى إعاقتنا ونفرجي المجتمع أنه نحن قادرين أنه نتحدى إعاقتنا. إعاقتنا منا هي تقمعنا، لا بالعكس نحن قوينا لأنه عنا إعاقة، نحن تميزنا بإعاقتنا. أنا بدي أحكي لك عني، جيت على المؤسسة من عمر 2 ونص. نعم. حطوني أهلي بمدرسة داخلي لأنه شافوا هو الأنسب لإلي أنه أنا أكون بهذه المؤسسة، لأنه هذه المؤسسة فيها أشخاص مثلي أنا، يعني أكيد ماني غير المجتمع. نعم. كلنا نفس الشيء، بس أنه عندي حالة خاصة. فتربيت بمجمع إنماء القدرات الإنسانية، ترعرعت تحت جناحه لحين ما أخذت البريفي. لما أخذت البريفي طلعت هيك أنا خلص أنه صار لازم اطلع على المجتمع لبرا، بدي اتعلم بمعهد. انا اخترت اني اتعلم تربيه حضانيه. نعم. كيف بدي فوت على المجتمع؟ كيف بدي غي انه انا قاعده مع اشخاص مثلي؟ كيف بدي اطلع على المجتمع لبرا؟ فمن خلال برنامج الدمج والمسانده، وكان واقف حدنا، ومن خلال امنا الثانيه ومديرتنا وقفت حدنا وساندتنا،
وقالت لنا انتوا قد انه تتخطوا هاي الاعاقه. نحن ما بنستحي لما نقول اعاقه، بالعكس نحن بنفتخر. لشو بتدعي دولتنا اللبنانيه اليوم خلدة؟ بدعي دولتي اللبنانيه انه توقف جنبنا، تشوف قدراتنا، لانه نحن عنا قدرات. مثل ما المؤسسه شافت قدراتي، انا بعد ما خلصت من المعهد درست بيتي، درست تقاس، انا قلت خلص انه انا بدي اروح اخذت الشهاده، بدي اعلق بالحيط بالبيت. فلا، المؤسسه وقفت جنبي وقالت لي نحن بدنا نوصفك، لانه انا بينت لهم جدارتي وبينت لهم كفاءتي، وهن كانوا مآمنين بقدراتي. لو ما انهم مآمنين ما بيشغلوني عندهم طبعا. بالعكس وقفوا حدي وساندوني رغم كل شيء. انت اليوم معاونة أساسية لدينا أيضا. مزبوط، أنا كنت عم بشتغل بمؤسسة التربية الخاصة. نعم. لذوي الإعاقة الجسدية. رجعت مس دينا حبت أنه تكبر لي هالطموح شوي، فأنا اليوم مساعدة لها ببرنامج دمج والمساندة، وبالإضافة أنا قائد كشاف. نحن منفتخر فيك كمان خلدة يوسف، ومنتأمل أنه توصل هيدي الرسالة لدولتنا اللبنانية، وأنكم تقدروا بعد توصلوا بهيدا المجتمع لمراكز أعلى وأعلى إن شاء الله. شكرا لإليك. وبدي أطلب من حسن مرعي أيضا يلي بيعاني من إعاقة جسدية أنه ينضم لنا على استديو. قدامهم التشجيع المستمر يلي كل يوم بتقدموه لكل الطلاب يلي موجودين عندكم، وقد ايه بغير بنفسيتهم وبيزد لهم طموحهم لانه يوصلوا لمراكز عاليه بالمجتمع. قد ايه مهم التشجيع. حارجع لشيء قلتي لي اياه برا تحت الهواء، قلتي لي انا كنت جاي وبقلبي محبه لهدول الاشخاص، اليوم زادت المحبه، ما بقى حاعرف كيف، ما مستحيل ما اقدر اتواصل معهم. صحيح. فمثل ما شفتيهم هني أشخاص عندهم ثقة كتير بنفسهم، هني أشخاص قادرين يتحدوا. مثل ما قلتي لخلدة، خلدة المؤسسة آمنت فيها، آمنت بقدراتها، وقفت جنبها. خلدة حاولت أن تلاقي فرصة عمل بمدارس مش متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها مع الأسف الناس كانت عم تتطلع شكل الخارجي ونسيت المضمون، نسيت أنه هيدي البنت عندها كتير إشياء قادرة تقدمها، ولكن المؤسسة كانت قادرة تشوف الشيء اللي جواتها لخلدة، آمنت فيها وعطتها الفرصة وكانت قد الفرصة. المهم نآمن فيهم، المهم نزرع فيهم ثقة بنفسهم لحتى تشوفيهم نماذج مثل اللي انت شفتيها هلأ اليوم قاعدة قدامك. وبرجع بقلك كلنا مدعومين بثماني أيلول إن شاء الله لنشوف بعد كتير من هيدي النماذج اللي عندهم ثقة كتير كبيرة بنفسهم، وبيوقفوا قدامك وبقولولك نحنا موجودين ونحنا قادرين. ومثل ما قالك خليل قبل شوي، إذا أنا شفت طريق مسكرة بعمل دمير تور وبلف وبدور على طريق تاني. نعم. أهم شغل انزرعت جواتهم أنه ما فيها أسمع الحياة وما في أبدا أي يأس. نحن قادرين نتحدى، قادرين نتخطى كل الصعوبات. إذا تأخرت ما في مشكلة، بس إنها ما تجي أبدا، لا، بدها تجي الفرصة، بدها تاخد وقتها. هيدي مشكلة بلد نحن عايشينها مع الأسف، وعم بنعاني منها جميعا. دايما نحن عم نزرع جواتهم إنه اللي عم بتحطكم مش إعاقتكم، اللي عم بحطكم إهمال دولي كامل لكل شرائحه. يعني الإهمال منه بس للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الأسف هو لكل شرائح المجتمع. ولكن دايما منقول لأنه أنا وإنتي يمكن قادرين نروح نحارب لحقوقنا، مشان هيك عم نقول لهم أضعف الإيمان، أنتم ما عم تطلعوا فينا، تطلعوا بهذه الشريحة من المجتمع لحتى ما تكون عالي عليهم، لأنه عندهم كتير قادرين يقدموا لكم إياه. هذه الشريحة مثل ما قلت لك جواتهم تحدي لأثبات نفسهم، صدقيني لو هن بيقدروا يستفيدوا منهم هن اللي حيكونوا كسبانين مش الأولاد. صحيح. وهيدي حقيقة. صحيح. حسن مرعي خبرنا قد ايه قدر برنامج انماء القدرات انه عن جد يعطيك هيدي الثقة بالنفس وانك تقدر تتخطى الإعاقة الجسدية، ولوين انت وصلت اليوم ولوين بدك توصل بعد. اول شيء صباح الخير، اهلا وسهلا لكم ولقائد دينا، نحن كتير منشكرها لانها هي ام التالتي عندي، انا عندي امين. نعم. ومنشكرك اليك ست ليال لأنك ضويتي على الموضوع. أهلا وسهلا فيك. نحن كتير بحاجة لهالضوء ننسلطه علينا. هلأ لوين بدي أوصل أنا طموحي كبير كتير. فإن شاء الله مع القائد دينا مع برنامج الدمج بوصل لحلمي إن شاء الله. بأي عمر أنت بلشت تخضع لهيدا البرنامج؟ برنامج انماء القدرات والدمج بالمجتمع. اول شيء بدي اقول لك انه انا بنضيعه، وكان هيدي
الشغلات يعني الإعاقة يعني شوي نادرة، نظرة المجتمع نظرة المجتمع شوي بتحسيها ايه حرام نظرة الشفقة والتأثير السلبي على نفسية الشخص اللي هو بالوقت اللي بيكون اللي أكتر بحاجة لدعم اللي شفته أنا مع أشخاص غيري، أما مع أشخاص معي تعاملوا معي ما نظروا ليش هالنظرة، لأنه برنامج الدمج والأهل أهم شيء الأهل ما حسسوني أنه أنا عندي أي نقص، وبرنامج الدمج هو وفر لي مؤسسة إنماء القدرات الإنسانية قدرات، نحن مش بس عنا قدرات علمية وفكرية، نحن عنا مواهب كمان أنا تكرمت بعديد من المواهب على صعيد العالم العربي بمصر. خلينا نعدد هيدي المواهب. كان كتير من الأشخاص اللي مش معاقين، ما بيأثرش أنا عادي عندي معاق يعني كلنا معاقين، هلا رح أحكي كمان عن هيدي النقطة. المواهب هي أنا قائد كشاف، سباحة، أولمبيات، للأسف ما حدانش عم يضوي عليها خصوصي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هن المعوقين. يعني نحن مش حدا تاني، الشعب، ما نحن شريحة من الشعب. فأنا خلقت عندي قدرات الحمد لله فكرية، وكنت أحب أني أكون مهندس لأني بخترع وبعمل هالشغلات. فخلصت تاسع اللي هو البريفان، وجيت لعند قائد دينا على المؤسسات قلت له أنا حابب صير مهندس ميكانيكي. على هي ما استغربت لأنه عايشة معنا، فنظرة المجتمع بيقول لك شو مهندس ميكانيكي، بدك تفك، بدك تركب، بدك تطلع، بدك تنزل. قالت لي ما تحكي الهم. قلت له أنا معك وشوفي وين بدك تحطيني. المهم درسنا وضلت معنا وتابعتنا بالجامعة، وصار في تواصل مع الجامعة، وكمان هن ساعدونا لحتى قدرنا نفوت ببداية الحلم اللي أنا كنت بحلم فيه، وإن شاء الله هلأ عم نكمل الحلم بعد سنة ونص إن شاء الله بتخرج بصير مهندس. عظيم. مباشرة معنا عبر الهاتف بمداخلة أستاذ عماد عبد الرحيم، وهو مدير الدروس بمعهد CIS خلدي. صباح الخير أستاذ عماد. صباح الخير لك مثليا، صباح الخير لمسدينة، وصباح الخير للأشخاص المتواجدين معي. أهلا وسهلا لكل المستمعين. أهلا وسهلا فيك. يعني نحن عم نشوف معنا نماذج من الأشخاص اللي هن ذوي إعاقة، وإنما أنتوا قدرتوا أنه يصير في تعاون بينكم بين برنامج الدمج ومعهد CIS. كيف قدرتوا يعني هيك تتعاونوا سوا لحتى قدرنا نوصل اليوم لحتى نشوف نماذج أشخاص قدروا يتخطوا الإعاقات شو ما كان نوعها، إن كانت مثل ما شفنا اليوم بصرية أو ممكن سمعية، ما ضروري كمان باللي موجودين معنا اليوم، أو إعاقة جسدية، قدروا تخطوا قدي اليوم هن قادرين أنه يثبتوا أنه هن أثبتوا ذاتهم، أثبتوا قدراتهم، مثل ما كان عم بيقول حسن، ماشيين بالحلم يلي كان عندهم إياه من هن وصغار، ورح يحققوا بعد أحلام كتير من خلالكم. كيف قدرتوا تحققوا هيدا التعاون؟ أوكي. أول شيء بدك تسمحي لي بس أشكر حضرتك وأشكر الإذاعة وأشكر كل شخص عم بيساهم بإنجاح حياة الأشخاص المتواجدين قدامنا. هذا واجبنا يا أستاذ عماد. أوكي. رقم اثنين، بدنا نقول لك الإعاقة أساسا هي ما هالأشخاص اللي عملوها، هي إجت معهم، نحن واجبنا نساعدهم، لأن ما هن اللي عملوها بنفسهم، هيدي إجت معهم تلقائيا، وهن عم يجربوا أو نحن عم نجرب نساعدهم بهيدا الموضوع. نعم. رقم ثلاثة،
التربية أو الرسالة التربوية هي أساساً رسالة إنسانية. فكيف إذا نحن عم نساعد الأشخاص اللي هن بحاجة لمساعدة؟ ما فينا نكمل أكثر من هيك بالحكي. نعم. رقم ثلاثة، نحن التعاون معنا ومع مس دينا ومع دار الأيتام ومع الأشخاص تعاون صار له مد كبير، ونحن بيسعدنا أنه نكون عم نساعد هيدي الأشخاص لأنه هن بدهم مين يساعدهم بالأحرى. هن أشخاص مثل الأشخاص العاديين، بس بدهم مساعدة مش أكثر من هيك. نعم. أكثر شيء نحن بالنسبة للمعهد عنا أو بالمدارس العادية، هول الأشخاص بدهم بس شوية تمديد بالوقت بأي شيء اللي كان. هن بالنسبة لهم في عندهم إبداعات. يعني نحن من خلال الخبرة اللي حصلت معنا واللي مشينا عليها، منلاقي كل شخص من الأشخاص عنده إبداع بأشياء معينة. يعني نحن لازم نحن ومثلين عادة نقعد نفتش بالأشخاص وين في عنده نقطة نقدر من خلالها نقدر نطوره، لأنه بالنهاية مثل ما قالت مثلينا بالحلقة وبرجع بأكد، هو سلاح العلم، هو سئلة إنهم لا يقدروا يثبتوا حالهم بسوق العمل. نعم. يعني هني واضح إنه قدروا إنهم يثبتوا حالهم بالتعليم، وأنتم كان لكم دور كبير إنه تهتموا بهالأشخاص وتوصلوا لمرحلة إنه تخرجون من المعاهد، وهيدا الشيء كمان أنتم تشكروا عليه لأنه هيدا جهد عم بتقوموا فيه. ومثل ما ذكرنا بأول حلقة إنه هيدا الشيء يفترض إنه الدولة هي تقوم فيه، يعني هيدا دورة وهيدا مسؤوليتها. بكل أسف وقت بنحكي بلبنان بنحكي عن يعني ما بعرف تجاهل من الدولة لهيدا الدور، في غياب لهيدا الدور، وإنما بغض النظر حضرتكم قمتوا بهيدا الدور. شو بتدعي الدولة اللبنانية اليوم، وخاصة إنه هلأ هالطلاب تخرجوا وبدون يلاقوا فرص عمل، بغض النظر بدي أقول عن وضع لبنان الاقتصادي، وما بقى يعني يصح أنه نسمع من أحدهم أو أحدهن ما عليه. أنا بدي أحكي عن هيدي النقطة لأني سمعتها وكتير مزعج أنه نسمع اليوم أنه الأشخاص اللي هن مش معاقين اليوم مش قادرين يلاقوا فرصة عمل. فشو صاير عليكم عم بتطالبوا اليوم بفرصة عمل للأشخاص المعوقين، وإنما هيدا حق من حقوق الإنسان بالنهاية. صحيح. الأول شيء بالنسبة للشكر، الشكر متبادل، الشكر متبادل من المعاهد، والشكر متبادل من مسدينا شخصيا ومن المؤسسة اللي هي فيها ومن حضرتك لأنك عم تبوي على هذا الأسر. يعني كل شخص عم يدفع هذا الأشخاص لينجح حياتهم العملية وحياتهم الدراسية، إيه الشكر الكبير الكبير الكبير. نعم. نعم. ونحن بدنا نقلكم كمان، وست سلوى زعتري كمان بتقلكم على بتعليق على الفيسبوك، قلكم كل الشكر والتقدير ولكل المؤسسات الدامجية اللي ساهمت بفتح المجال للأبناء اللي عندهم إعاقة من متابعة تحصيلهم العلمي، ومنهم يعني أكيد معهد السي آي إس خلدي اللي كان من أوائل المعاهد اللي فتح المجال. فطبعا قلكم كل الشكر والتقدير. مثل يال، نحن هيدا شرف لإلنا، شرف لإلنا بنعتبره بغض النظر عن شو ما كان، نعتبره شرف لإلنا أنه خلينا نوصل أشخاص هن أصلاً بدهم بس بدهم مساندة كانت فقط ليقدروا يوصل حياتهم العملية الأساسية. نعم. طيب كلمة أخيرة هيك وسريعة من حضرتك أستاذ عماد، موجهة تحديداً للدولة اللبنانية. أنا بدعي الدولة مثل ما قلت، ما بدي زايد عن سنين لأن حكيت بما فيه الكفاية. بس في شيء نسمعه نحن بالدولة اللبنانية، بكل شيء نسمع فيه شيء اسمه كوتا نسائية أو كوتا كذا. ليه هالأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة، هالأشخاص مثلنا مثلهم ما حدا تاني، ليش ما بنعمل لهم كوتا بشيء معين، وظائف الدولة إلى ما هنالك، نعمل له شيء اسمه كوتا لو قد ما كانت ضعيفة. بس هيدا تشجيع، لأن هالأشخاص أول شيء بحياتهم لازم نحن نشجعهم، التشجيع بيعطيهم ثقة بالنفس ليقدروا يستمروا. طبعا. شكرا جزيلا لك على هالمداخلة الهاتفية استاذ عماد عبد الرحيم، مدير الدروس بمعهد السي اي اس خلدي. برجع لعندك ست دينا، بعد عنا بس 5 دقائق للأسف لحتى نختم هيدي الحلقة. بدي شير لكلمة كتير مهمة ذكرها حسن، قال انه نحن مش معاقين الشعب اللبناني. يعني البعض منه يعتبر صحيح. معاق، يعني بدي أرجع لمفهوم هون كلمة معاق، يعني وقت نحن منشوف هالقد نماذج من أشخاص هالقد عندهم قدرات عقلية تفوق
قدرات البعض اللي هن ما في عندهم أبدا احتياجات خاصة، وهذا الشيء اللي بيدعينا أكتر لحتى نوجه دعوتنا لأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والمصانع أنه يفتحوا بواب التوظيف لهالخريجين اللي عندهم طاقات، ونطلب منهم أنه يفسحوا لهم المجال. شو بتعلقي تحديدا على هيدي النقطة؟ بدي بس هيك سريعا أقول شغلي ليال قبل ما نختم. المجتمع فعلا نحن عنا المجتمع عنده إعاقة فكرية تجاه بعض الأمور، بعض الأمور اللي لها علاقة بالشخص المعوق، وأبرزها حقلك تجربة صغيرة. يمكن كتير شركات أنا بترفع لي تلفون بتقلي فينا ناخد من عندكم أولاد معوقين، بقولون أكيد يلا يعني جوهد. أنا بفتكر أنه والله هن مآمنين بقدراتهم، طبعا مش الكل حتى ما نظلم، لأنه في أشخاص كتير راقيين وبالعكس همهم أنه يعطوا فرص لهدول الأشخاص، ولكن بكون من وجهة نظرهم لا من وجهة نظرهم انه هذا شخص معوق، انا بقدر اعطيه راتب اقل، انا بقدر شغله وقت اطول، وهيدي الامور بدون ما يكون عم ينظر للقدرات اللي هو قادر يقدمها كموظف. بالاخر هو شخص موظف. بدي اقول لك شغلي، دار الايتام الاسلامية حملت هيدي الرسالة من اول ما انشئت، ورفع مجمع أنماء القدرات الإنسانية راية الإيمان بقدراتهم، ومن هيك استحدث خدمة اللي هي خدمة برنامج الدمج والمساندة داخل مجمع أنماء القدرات الإنسانية، لحتى نحن وهدول الأشخاص، لأنه في فترة كانوا يتعلموا لحد معين. وبعدين بدي أنا وجه تحية كتير كبيرة لست سلوى اللي هي هلأ مواكبتنا، واللي كان إلى الأيادي البيضة الحقيقة بأنها تفتح مجال لفرص اختصاصات جديدة، وكان دايما تحسنا لنبحث لهدول الأبناء عن فرص عمل أو بالأحرى عن اختصاصات تخولهم ليخدوا فرص عمل جديدة. فأنا بدي أقوله إيمان دار الأيتام فيهن، تعاون الجهات الدامجة معنا كان له دور كتير كبير مثل ما قلت لك. يعني اليوم حسن عم يدرس بجامعة الأيو، خلدة تخرجت من CIS، خليل تخرج من الجامعة العربية المفتوحة، عنا بجامعة بيروت العربية، عنا بجامعة اللبنانية، معاهد الدولة بكل بير حسن، أرجلول، معهد الشهيد رفيق الحريري. كتير عنا مراكز دامجة آمنت بقدرات أولادنا وحطت إيدها بإيدنا وساعدتنا وقدرنا تخطينا المرحلة التعليمية. ولكن يبقى سؤال هو اللي شاغل بالنا دائما، ماذا بعد التخرج؟ لوين بدنا نوصل؟ أنا حملتك شهادة، طب إذا أنا حملتك شهادة وأنت ما استفدت من هذه الشهادة، بعدين أنا بكون أعداد اليوم من هالأشخاص اللي هن تخرجوا قاعدين من دون فرصة عمل؟ كتير كتير، في إحصاءات معينة، في بالمئات، في بالمئات، لأنه أنت من بين كل 10 أو 15 طالب عم يتخرج 2 أو 3 عم بيلاقي فرص. مشان هيك نحن ابتدينا بكل أمانة نتوجه للاختصاصات اللي طالبها السوق، بس ما كل الإعاقات بتقدر. يعني اليوم السوق كتير عم يطلب الفندقية، كتير عم يطلب التمريض، بس أنا الشخص الكفيف ما بقدر درس فندقية وتمريض، بقدر درسها للأصم اللي هو أكيد عم حاول لقي له فرص عمل بهذا المجال. ولكن هناك اختصاصات الشخص الكفيف قادر يكون أنه يوصل دكتور بالجامعة، ليش لا؟ ليش ما بيقدر يوصل؟ بيقدر يوصل، فعنده الكفاءة أنه يكون موجود. طالما هناك مثل ما قلت لك المعين، طالما الحياة تستمر ونحن قادرين نكمل. فمشان هيك بدي وجه نداء فعلا للدولة، يعني خليني أبعد شوية عن الدولة بهيدي الفترة لأنه الدولة مش قادرة تقوم بحالها، فخليني وجه نداء لأرباب العمل. بس هيدا واجبهم، يعني بالنهاية هو واجبهم، خليني يقوموا بواجباتهم، يحرروا أموال المؤسسات الاجتماعية قبل من البنوك ويعطوها حقوقها. بدنا نذكر كمان أنه في كتير أموال وتبرعات عم تجي كمان من الخارج لمؤسسات الرعاية، وإنما بسبب سياسة المصرف المركزي طبعا مش عم تقدروا تحصلوا على ووزارة الشؤون تقوم بدور أكيدة وتساعد هيدي المؤسسات الاجتماعية، وبإذن الله مؤسستنا وباقي المؤسسات الاجتماعية قادرة أن تتحمل مسؤولية هدول الأشخاص، وقادرة أن تضل واقفة جنبهم، وقادرة أن تساندهم. فأنا اليوم بدي وجه رسالتي مش لدولتي اللبنانية، مع تقديرنا لإلها، يعني أنا اليوم بدي وجه رسالتي لأرباب العمل. بدي أقول لهم كما المراكز الدامجة آمنت بأبنائنا وساعدتنا وحطت إيدها بإيدنا لحتى نعطيهم فرصتهم وحقهم بالتعليم، وقدرنا حصناهم بسلاح العلم، أنا بطلب من أرباب العمل وين ما كانوا بكل الأراضي اللبنانية بكل الاختصاصات، ما تحكموا على الإنسان من شكله،
ابدا احكموا عليه من خلال التجربه. انا اليوم لما انت طالب وظيفه معينه لما بجي بقدم لك سي في في نفس الشروط والمواصفات اللي انت طالبها ما تحكم عليه من خلال اعاقته او من شكله, اعطيه فرصه جربه شهر شهرين ثلاثه بعدين قول هل او يستحق او لا يستحق. نحن ما عم نطلب المستحيل, نحن ما بدنا شفقه من حدا. اذا انا جبت لك شخص غير كفو انا عم اقول لك ما تاخده, انا ما بدي اياك تاخذ, ما بدي عبء يكون عليك. نحن مثل ما قالت لك خالده قالت لك بالحرف لو ما امنوا فيي ولقوني استحق ما شغلوني. اكيد نحن بدار الايتام ما حنشغل شخص ما عنده كفاءه, لانه بالنهايه هيدا حياثر على باقي الابناء, حيكون عم بيعلمهم اشخاص غير كفؤين. أكيد. فمشان هيك نحن عم نقول امنوا فيهم, اعطوهم فرصه وبعدين احكموا عليهم. انا بدي اتشكرك من كل قلبي ليال على هيدي الحلقه الشيقه. بعتقد بتمنى كل اللي سمعنا اليوم اللي سمعنا اليوم يحاول يدعمنا بانه كمان هذا الصوت ينقله لغيره, وان شاء الله بالمستقبل بيكون لنا بعد لقاءات. والاهم ان شاء الله برجع بقول لكم كلنا مدعوين, ولكل ارباب العمل كمان انا بوجهها للدعوه, لانه تعوا على مجمع انماء القدرات الانسانيه, زوروا شرفونا بثمانية ايلول, تفرجوا او ادعموا بالاحرى, لانه نحن مش يعني الكلمه شوي غلط طلعت معي فشوفونا شوفونا على ارض الواقع, شوفونا حقيقه نحن شو تخصصنا, شو قادرين نعمل, وبعدين احكموا علينا. شكرا لك يا ليال وسعد صباح. شكرا جزيلا لحضورك معنا, مديرة الدمج والمساندة بمجمع انماء القدرات الانسانية دينا الصومة. بدي اختم ايضا بكلام سلوى الزعتري, وبدي اقول انه نحن فعلا بنفتخر بكل ابن وابنة تأهلوا وتعلموا من رصيد يعني هالمؤسسات, وتحديدا مجمع انماء القدرات صحيح. الانسانية. طبعا نتمنى لكم التوفيق. بدي اشكرك حسن وايضا الزملاء زملائك مصطفى حبيب علي, خليل بيضون وخلدة يوسف. انتوا اشخاص عن جد نعمه من الله. بدنا نرجع نكرر هيدي الدعوه لارباب العمل لمسانده هالاشخاص, وقت بتساندوا هالاشخاص بتكونوا عم تساندوا ايضا المجتمع. فبدي ارجع كمان اشكر استاذ عماد عبد الرحيم مدير دروس معهد CIS خالدي اللي كان معنا بمداخلة هاتفية, وبشكر زميلي علي من غرفة الإخراج الإذاعي. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم شباك المواطن السبت المقبل. إلى اللقاء. شباك المواطن.